بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد، حل علينا الامانه والبركه والان وكل اوان الى ظهر الدهر كلها امين. كل سنه وانتم طيبين. نحتفل بعيد من الاعياد الكبرى المتميزه في كنيستنا القبطيه الارثوذكسيه، ومن اقدم الاعياد في كنيستنا أو في المسيحية كلها. عيد أو نسبة غنية بأحداثها الخلاصية ومعانيها الروحية العميقة الجميلة. لذلك هذا العيد له مسميات كثيرة. فهو عيد الغطاس، وهو أيضا عيد الظهور الإلهي. ربنا يسوع المسيح في المجد قبل أن يبدأ خدمته الجهارية، أول حاجة حصلت تعمد. المعمودية مرت بمراحل في تطور متدرج لفوق. بدأت المعمودية اليهودية زمان، ولكن كانت قاصرة على أمور الجسد فقط. لو واحد لمس شيء نجس أو ميت أو حاجة يتطهر أو ينظف الجسد بالمعمودية دي، المعمودية اليهودية. المرحلة التالية والأعلى كانت معمودية يوحنا، يقول أنا أعمدكم بماء للتوبة، لكن ليست لمغفرة الخطايا، توبة. ودي اللي كانت حلقة الوصل بين القديم والجديد. ملاكي يسير أمامك يعد الطريق، فلكي ننال الخلاص ومغفرة الخطايا كان لابد من التوبة. فكانت معمودية يوحنا لتهيئة القلوب لقبول الخلاص، وهو نفسه قال كده، قال أنا وأعمدكم بماء، ولكن في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه، هو الذي يأتي بعدي صار قدامي، الذي لست مستحقا أن أحل سيور حذائي. يوحنا كان كاهنا، لأن الكهنوت كان بالوراثة، لأنه ابن زكريا من أبناء هارون. عشان كده احنا حتى في طقس الكنيسة لما يخرج الكاهن ويتوخر بره يلف لغاية ما يوصل وش يبقى صادق يكون القديس يوحنا المعمدان، ونقول له السلام للكاهن ابن الكاهن. نجد ربنا يسوع المسيح في المجد يذهب إلى يوحنا عند نهر الأردن، ونهر الأردن ده له تاريخ. زمان بني إسرائيل كانوا عشان يدخلوا أرض الموعد كان لابد أن يعبروا نهر الأردن.
ترمز أو أورشليم الأرضية ترمز لأورشليم السمائية، فكان الدخول لها لابد من اجتياز نهر الأردن.
والكلام اللي قاله كلمات قليلة للغاية، إلا إن عظمته فقط الجميع. وده يورينا إن مقاييس الله غير مقاييس الناس أبدا خالص، مش بطول الزمن ولا بكتر الكلام، ولكن عظمته كانت داخلية لدرجة إنه استحق إن هو يعبد السيد المسيح. ربنا يسوع المسيح راح يتعبد، ده ما يوحنا بيعبد بماء التوبة. هل السيد المسيح يحتاج إلى توبة؟ بيقول من منكم يبكتني على خطيئة؟ هو قدوس القديسين. فعلا لم يكن من بين الموجودين من النساء ما هو أعظم
هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. ولأول مرة نقرأ ونسمع أن الروح القدس يرى في هيئة جسمية وظهر في شكل حمامة عليه. عشان يفهموا ويستوعبوا، وفضل يتدرج معاهم
البر أن يدخل ملكوت الله. عشان كده ده سر عظيم بيقول عليه باب الأسرار. والسر ده ممكن لابد، عشان كده ما يكون حتى طفل اتولد ولسه حتى الأم ما كملتش 40 يوم والطفل خايفين عليه يموت، ممكن حد يجري بيه يعمده في الكنيسة، ولو في حضانة ولا في مستشفى ممكن الكاهن ياخد مية من المعمودية ويروح بسرعة أهله يبقوا حريصين إن لازم يتعمد، لأن ربنا أعلم أن هذا السر عظيم وحطه شرط. إن كان أحد يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، وأسسه بنفسه بسلطانه وحبه الذي تجلى في مثل هذا اليوم، وأعلن عن ذاته الثالوث القدوس الذي به نحيا ونتحرك ونوجد. فهو يوم عظيم واحتفال جميل، بنبقى سعداء وفرحانين بيه، بنتغنى بحب الله.